افتكرت هو بيتكلم ساعات واحد بيكون خارج عن النص بيحرمنا من وصول كاس العالم. طبعًا طبعًا طبعا طبعا طوبه والشهيره خارجه من كل الجماهير، ده واحد خارج عن النص وليه دماغ مختلفه، راح رامي طوبه الراجل ربط دماغه فقال لك واول مره في تاريخ الفيفا بيعيدوا مباراه. يعني رحنا لعبنا المباراه في باريس بالظبط كده في ليون وكان ما دخلناش كاس العالم. هو ده اللي هو ده اللي تم الثقافه اللي جايه والجماهير ديت يعني بصراحه جماهير النادي الاهلي مثقفه بشكل كبير جدا وعندها وعي كبير جدا وحس على فرقتها وخوف على فرقتها بشكل كبير. تاكد ان زي ما عمرو كده قال وانت كمان هاني اشرت خلال الفتره الجايه اي حد من الجماهير هيخرج عن النظام هيخرج عن المالوف هو بيأذي نفسه بالظبط بيأذي النادي كمان. واتاكد ان هما كمان هيتكاتفوا وهيقولوا يطلعوه لحد ما يستبعدوه خالص من خارج المدرج. في حاجتين هاني كمان بقوا مرعبين في مصر. استاد القاهره بقى مرعب لكل الفرق العربيه والافريقيه صحيح واخد بالك العذاب لشمال افريقيا وبعدين جماهير النادي الاهلي صحيح وبعدين يليهم بقى ان شاء الله رجالتنا داخل الملعب صحيح رجاله النادي الاهلي وادائهم المميز خلال الفترات اللي جايه. فالنهارده اي فرقه جايه هذه يعني مرعوبه عايزه اليوم ده يخلص باي طريقه باي شكل عشان تطلع وتتكل على الله وتمشي. فبكره ان شاء الله عندنا ثلاث اضلاع باذن الله مرعبين داخل الملعب داخل 90 دقيقه استاد القاهره وجماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي داخل الملعب. ونضيف على كابتن النتيجه يبقى الضلوع الاربعه اكتملت خلاص كده.